السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد في مزرعتك في بيتك. النهارده الثلاث 11/6/2024، حلقه اسعار جديده النهارده، وخليكم معانا للاخر. هنتكلم في موضوع جالنا عليه اسئله كتير جدا، وهو افضل نوع كتكوت يتربى في الصيف. النهارده هقول لحضراتكم عليه وهوريه ليكم في ايدي بعد شويه. ولكن قبل نبدا الحلقه كالعاده، ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش كمان تنزلوا حالا في التعليقات تكتبوها بايديكم ويخلوها شاهد لنا يوم القيامة. أي حد من إخواتنا المبتدئين عنده دورة تسمين، المتابعة معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة. والمتابعة يا جماعة مجانية، ولكن بالتليفون مش على الواتساب. الواتساب زحمة جدا، فسهلوا على نفسكم وسهلوا عليا أنا كمان الرد، بترنوا عليا في أي وقت برد على حضراتكم. أي حد من إخواتنا المبتدئين عنده مشكلة متكررة بتقابله في التسمين، يكتبها لنا في التعليقات تحت الفيديو ونعمل لها حلقة خاصة ونشرحها بالتفصيل. طيب النهارده عندنا ايه؟ النهارده عندنا نزول في اسعار الفراخ البيضه بالنسبه لاخواتنا المستهلكين، بشره حلوه جدا، ولكن يعني النزول مش بالقدر اللي حضراتكم مستنيينه. طيب النزول جه منين يا سمر النهارده؟ النزول يا جماعه جه علشان احنا خلاص داخلين على العيد. كل سنه وحضراتكم بالف صحه وخير. النهارده بدا يبقى فيه معروض من الفراخ البيضه، وبالتالي طبعا ده هيريح الاسعار شويه في السوق بالنسبه لاخواتنا المستهلكين. ليه؟ لان يا جماعه المزارع خلاص لازم تخرج في الوقت ده. يعني كل المزارع اللي عندها اوزان بدايه من كيلو 800 ل 2 كيلو ل 3 كيلو، كل الناس دي يا جماعه لازم تخرج في الوقت ده تحديدا قبل العيد، لان اللي هيفضل عنده فراخ هتفضل معاه لبعد العيد ب 10-15 يوم، وده طبعا بتبقى يعني عبء زياده على المزارع. فكل اللي عنده اوزان هيخرجها دلوقتي. اما بالنسبه للناس اللي اوزانها اقل من الكيلو ونص، الناس دي هتفضل لبعد العيد باذن الله. فهيبقى فيه معروض. يعني السوق يا جماعة مفيش فيه سحب، ولكن الايام اللي جاية دي طبعا مع العيد والكلام ده كله برضو ممكن يبقى فيه سحب شوية، او السحب يتحرك شوية بالنسبة لاخواتنا المستهلكين، يغطي المعروض من الفراخ البيضة بالنسبة لاخواتنا المربيين. طيب الناس اللي هم بيطلعوا الفراخ بتاعتهم النهاردة، طبعا يعني ربنا يسترها معاهم، لان الناس دي عندها نافق عالي جدا. الناس دي برضو كانت مدخلة الكتكوت في 34 و33 و35 وارقام كده خزعبلية بالنسبة لاسعار الكتاكيت، فربنا يستر والناس دي تجمع فلوسها او تلم فلوسها، لان بحقيقي في يعني مشاكل ونافق عالي جدا جدا في المزارع، فربنا يعوض على الجميع ويرخي قوت الناس كلها. طيب النهاردة هتكلم على حاجة جاتلي عليها اسئلة كتير جدا، وهو يا باش مهندسة افضل نوع كتكوت نشتغل به في الصيف، تحديدا للناس اللي مش عندها يعني امكانيات او العنابر او الاماكن بتاعتها غير مجهزة بالنسبة للتربية المنزلية. النهاردة اقول لكم يا جماعة افضل نوع كتكوت تشتغلوا به في الصيف حقيقي الكتكوت اللي قدام حضراتكم ده. الكتكوت ده يا جماعة اسمه روس. الكتكوت ده يا جماعة روس شركات اللي في ايدي ده، انا فاتحة الصوت بتاع الكتكوت لحضراتكم. ده كان كتكوت بتسلم لعميل من عندي، وكان بيعد في الكتاكيت بتاعته طبعا داخل مزرعة. ده الناس اللي بتستلم مننا وعارفة شغلنا، عارفة ان احنا دلوقتي حاليا بنسلم كتكوت روس ما شاء الله اللهم بارك، بيبقى 3 كيلو يا جماعة في 36 يوم و37 يوم. يعني متوسط عندك لو هتخرج الكتكوت ده فرخة في 33 ل 35، بيبقى متوسط عندك 2 كيلو ونص ما شاء الله اللهم بارك لكل اللي بيستلم مننا كتكوت، واللهم بارك كمان للشركة المنتجة صاحبة الكتكوت ده. الناس اللي بتستلم مني كتكوت عارفة ان الكتكوت الرص ده ما شاء الله محقق اوزان، انا نفسي ببقى فخورة وانا بسلم الكتكوت ده لاي عميل عندي. كان العميل ده تقريبا بقاله يجي حوالي 5 مرات بيستلم مننا، وكان بيعد الكتاكيت بتاعته زي ما حضراتكم شايفين. انا سايبة حتى الصوت مفتوح قدام حضراتكم. طيب الكتكوت الرص كتكوت يتربى في الصيف يا جماعة، مناعته عالية، استجابته للأدوية كويسة، كمان يعني مش حساس قوي لدرجات الحرارة المرتفعة. ولكن معنى كده مش اننا نحطه في درجة حرارة 40 ونقول لا هيتحمل معانا، لا، ولكن كل الحكاية ان هو افضل من القب. القب هو القب اللي هو بيبقى فيه نقطة سودة للناس اللي مش عارفينه. القب كتكوت بنشتغل به في الشتاء، ولكن الرص يا جماعة من افضل الانواع اللي تشتغلوا بيها في الصيف. كتكوت بيبقى عريان شوية، بتبقى الريش بتاعه مش كتير، المناعة بتاعته كويسة جدا، استجابته للأدوية كويسة جدا لو حصل عندك مشكلة. الكتكوت اللي قدام حضراتكم ده يا جماعة اللي في ايدي ده تحديدا، ده قب اللي هو بنقطة سودة، ده بنشتغل بيه في اللي هو في الشتاء.
خلاص كده، ده برضو كتكوت شركات، ولكن الرص بنشتغل بيه حاليا دلوقتي محقق اوزان كويسه جدا جدا. كمان الكتكوت الاربو برضو ممتاز جدا جدا، بنسلمه برضو دلوقتي حاليا. ولكن يا جماعه انا يعني من الناس اللي بتحب الكتكوت الرص تحديدا في الصيف. طيب مهم جدا جودة ومصدر الكتكوت اللي حضرتك بتشتغل بيه، يعني ما تشتغلش بقى بكتكوت اهالي والناس اللي بتسترخص والناس اللي بتجيب بقى من اي مكان كده وخلاص. يا جماعة مهم جدا جودة الكتكوت اللي حضرتك بتشتغل بيه علشان ما ترجعش تاني في نهاية الدورة تزعل. خلاص كده. طيب تعالوا بقى نشوف الاسعار كلها النهاردة، وكمان نشوف التنفيذات ونشوف كل الاسعار. ولكن ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى، ما تنسوش كمان تشيروا الحلقة علشان الكل يعرف الاسعار الحقيقية والفعلية النهاردة. ولو لسه مش مشتركين معانا في القناة بجد هيفوتكم كتير، شيروا الحلقة ويلا بينا نعرف الاسعار الفعلية النهاردة وقت نزول الفيديو. البط البلدي ارض المزرعة 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو. البط المسكوفي ارض المزرعة 105 والمحلات 115 جنيه للكيلو. المولر ارض المزرعة 90 جنيه والمحلات 100 جنيه للكيلو. الفرنساوي النهاردة ارض المزرعة 70 جنيه والمحلات 80 جنيه للكيلو. الحمام البلدي ارض المزرعة 150 والمحلات للمستهلك 170 جنيه للجوز. السمان ارض المزرعة 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للجوز. الروم البلد الاسود ارض المزرعة 120 والمحلات 130 جنيه للكيلو. الروم الابيض ارض المزرعة 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو. الارنب ارض المزرعة 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو. الفراخ البلد الحر النهاردة ارض المزرعة 120 والمحلات 130 جنيه للكيلو. الفيوم والرز دي ارض المزرعة 112 والمحلات 122 جنيه للكيلو. الساسو ارض المزرعة 107 والمحلات 117 جنيه للكيلو. امهات الساسو ارض المزرعة 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو. اما عن الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة ارض المزرعة 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو. احمر بياض ارض المزرعة 75 والمحلات 85 جنيه للكيلو. ابيض بياض ارض المزرعة 65 والمحلات 75 جنيه للكيلو. اما عن اسعار الفراخ البيضة النهاردة واللي نزل سعرها، ارض المزرعة 93 والمحلات من 100 ل 102 جنيه، وما تشتريش باكتر من كده كمستهلك. اما عن اسعار الاعلاف النهاردة، الطن بيتراوح من 19500 ل 23000. العبوة قطعي في المحلات ال 25 كيلو 560 بادي سوبر، 555 نامي، 550 ناهي، والكيلو قطعي في المحلات 23 جنيه. الذرة العبوة 25 كيلو 300 جنيه، والكيلو قطعي في المحلات 13 جنيه. الردة العبوة 40 كيلو 505، والكيلو قطعي في المحلات 14 جنيه. الدي العبوة 25 كيلو من 420 ل 430 جنيه. المكرونة العبوة 10 كيلو من 180 ل 200 جنيه. رز بلدي عريض من 610 ل 620 جنيه. رز بلدي رفيع من 600 ل 610 جنيه. اما عن اسعار البيض النهاردة، للأسف فيها ارتفاع. الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 135 والمحلات للمستهلك 145 جنيه للطبق. الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 137 والمحلات 147 جنيه للطبق. اما عن البلد النهاردة، من التجار للمحلات 135 والمحلات للمستهلك 145 جنيه للطبق. اما عن اسعار الكتاكيت النهاردة، البط البكيني 11 جنيه، الشروفان 19 جنيه، البط المولر المحلي 35 جنيه، المولر المستورد 37 جنيه، البط الفرنساوي 22 جنيه، البيور 23، المسكوف المخلط 32، مسكوفي ار 41 من 35 ل 38، الروم البرونزي من 50 ل 55، الروم البلد الاسود من 48 ل 50 جنيه، السمان من 4 ل 10 على حسب العمر، فيومي بلدي 10 جنيه، الجميزه البيور 23، رزي فرز ديوك 23، رزي برابر 15 جنيه، رزي على وشه 20 جنيه، بلد محسن 10 جنيه، بلدي مشعر من 10 ل 11، والهجين العالي النهارده 17 جنيه. اما عن الساسو الجيل الثاني 16 جنيه، الساسو الشفر المزارع النهارده من 19 ل 21 جنيه. اما عن الكتكوت الابيض الاهالي النهارده واللي بادئ من 26 ارض المعمل ل 28 جنيه، والشركات بادئ من 29 ل 33. ومهم جدا جدا جوده ومصدر الكتكوت اللي حضرتك بتشتغل بيه. دي كانت الاسعار المعلنه النهارده، نتمنى يكون القادم افضل. اشتغلوا ما توقفوش الشغل، انتوا بخير في كل احوالكم. السوق طالع السوق نازل، ما علينا غير السعي، والتوفيق اكيد بيكون من عند ربنا. شكرا لكل اخواتنا من مصر، شكرا لكل اخواتنا من الدول العربيه، بحبكم جدا في الله. استنونا في حلقه جديده، ولو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد. تحياتي للجميع.